أهلا بكم من جديد. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام نناقش الآثار المترتبة على قرار الإدارية العليا بالأمس إلى إحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا، تحديدا المواد المتعلقة بمنافسة الأحزاب على المقاعد الفردية في الثلث المخصص لها بين أعضاء مجلس الشعب. قبل الفاصل انقسم ضيوفي بين وجهة نظر ترى أن الأمر يستحق بالفعل العرض على المحكمة الدستورية العليا التي قد تقضي بعدم دستوريته استنادا على سوابق أخرى، وبين رأي آخر رأى أن هذا القرار أو هذا القانون حصن بإعلان دستوري صدر في مارس الماضي، وبالتالي فالأمر مقضي عليه بعدم وجود أي شبهة لعدم الدستورية، وبالتالي الموضوع منتهي. كنا قبل الفاصل نتحدث عن الآثار التي قد تترتب على عدم دستورية، على إقرار المحكمة بعدم الدستورية، وهنا انقسم أيضا ضيوفي بين من رأى أن الأمر سيتعلق فقط بثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا وفق هذا القانون، وبين من رأى أن المجلس بكامله سوف يتم أو سوف يكون مقضيا عليه بالحل. دكتور حاتم، احنا استمعنا لرؤية الأستاذ محمد الذي رأى أن المجلس كله سيحل، ودكتور محمد الذهبي الذي رأى أن الأمر سيكون متعلقا بثلاث. هل لدينا تفسير قانوني ثالث ولا حضرتك بتنضم لأي؟ يعني أنا تفسير القانوني أنه لا يتصور صدور قرار بعدم الدستورية أصلا، لأنه لا يجوز أن نتصور أن المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة الأرفع من الناحية القضائية ومن الناحية الدستورية يمكن أن تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، يمكن أن تنقض اليوم ما أقرته بالأمس. هذا غير متصور، لا أتصور أبدا أنه سيصدر حكم بعدم الدستورية للأسباب التي أسلفتها. من ثم البحث في ما يترتب على عدم الدستورية هو يعني دوران في الفراغ من وجهة نظري. نعم، وبالتالي أنت ترى أن المحكمة الدستورية لن تقضي بذلك لأن هي عرض عليها القانون المقبل، حتى لو كان بعض الفقهاء الدستوريين زي المستشار طارق البشري الذي حتى اسمح لي يا أستاذ منى، حتى لو لم يعرض عليها هذا الإعلان الدستوري، الآن المطروح عليها أن قانون انتخابات مجلس الشعب مخالف للدستور. دور المحكمة الدستورية هي أن تقيس هذا القانون إلى الدستور المعمول به، وهو إعلان الإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري حصن هذه القوانين. ومن ثم لا يتصور أن المحكمة الدستورية تقول هذا الكلام منصوص عليه في الدستور المعمول به الآن لكنه غير دستوري. نعم، لكن حتى هذه النقطة البعض يجادل في نقطة أخرى. اسمح لي أقول القاعدة أنه لا اجتهاد في وجود النص، نحن أمام النص. البعض يجادل هنا في جزئية أخرى، وهي أن يعني أن ما نستند إليه هو الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس، والاستفتاء اللي حضرتك بتشير اليه هو استفتاء صدر بشكل لاحق، او الاعلان الذي هو تعديل صدر في 25/9 فقط ليحصن هذا القانون. يعني الدستوري ما استفتش عليه. نعم، الاعلان المواد بعيد، المواد التي تم الاستفتاء عليها 9 في الاعلان الدستوري. يعني المواد هي المواد المحصنه بقوه الاستفتاء. انا لم اقل ان مشروعيه قانون انتخابات مجلس الشعب مرجعها انه تم الاستفتاء عليها، أنا قلت مشروعيتها أنها منصوص عليها في الإعلان الدستوري، ومنصوص عليها في الإعلان الدستوري تحصنت بالنص. هذا التفسير من المحكمة الإدارية هو اجتهاد في معرض النص، وفي المنطق الدستوري لا اجتهاد مع النص. طب يعني هل هذه الجزئية اللي حضرتك بتقولها واللي هي قاعدة قانونية والحقيقة اختلفت فيها مع الدكتور محمد الذهبي وهو كذلك يعني زميل لك في ومتخصص في الدستور، كانت غائبة عن المحكمة الإدارية العليا عندما أحالت هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا؟ هذا تقديرها، والمحكمة الإدارية العليا ليست جهة اختصاص في تقييم الدستورية، ومن ثم كلامها عن الدستورية وعدم الدستورية يعني ليس قطعيا وليس يقينيا، إنما وجهة نظر غلب عليها التقدير، وهذا التقدير اصطدم بنصوص قطعية. نعم، فلا يمكن أن يقدم هذا التقدير أو هذا الاجتهاد على صراحة النص وقطعية النص في الدستور أو في الإعلان الدستوري. نعم، لا أتصور هذا. دكتور زهبي تفضل. هو تأكيد بس على جزئية أنه من حق فقط المحكمة الإدارية العليا أنها تقدر جدية الدفع وبتحيل المحكمة الدستورية العليا، ده لا خلاف على هذا الأمر، هي مش مختصة بالفصل بعدم الدستورية أو الدستورية، لكن الطعن مناطه أو اجتهاد الطالب الدفع ده أو الطعن ده منحصر في مبدأ المساواة، أنه في السوابق الدستورية السابقة إن مجرد فقط إن الدائرة أوسع للمرشح المستقل عن المرشح الحزبي
يعني مش العبرة، أنا إحنا خلاص متفقين نعم. على أن هناك تقنين دستوري سواء كان بالاستفتاء أو بالإعلان على أن التلتين والتلت يعني ده مش الخلاف. الخلاف النهاردة في مبدأ المساواة بقى النهاردة وأنا في النصوص القانونية اللي ترجمت يعني المبدأ الدستوري ده. يعني هل مبدأ المساواة حتى في ظل وجود النص زي ما أشار الدكتور؟ لا يا فندم. نعم فضل. ما هو النص قال التلتين والتلت، إحنا مش مختلفين. هو بقى في تطبيق النص ده. إن الأحزاب نافست النصوص القانونية اللي تم إصدارها في تشريع بقى التشريع العادي. اللي هي تطبيقا للنص الدستوري ده جميل. الخلاف او الحديث على ان على طريقه التطبيق خلفت مبدا المساواه وده مبدا دستوري جميل جدا. هذا معنيته بان هذا هو التقدير والاجتهاد في معرض نعم. جميل. نعم هذا التقدير والاجتهاد في مسالتين بقى يعني طبعا احنا ما اطلعناش على الاسباب بتاع صحيفه الطعن اللي قدمها الطاعن واللي احيت المحكمه الدستوريه العليا، ربما يكون فيها زي ما قلت حتى شكل القايمه لانه ده شيء غير مقبول لا. يعني ما شفناهوش في النظم المقارنه. الحقيقه ما اقدرش اجتهد واقول، لكن انا بقول لو انا كنت صاحب هذا الطعن كنت هركز قوي على مساله القوائم المختلطه اللي تم دي اللي كان فيها اجبار للناخب نعم. لان ما كانش ليها نظير في النظم المقارنه. احنا جمعنا ما بين النظام المختلط وعملنا شكل جديد للقائمه. جميل. قبل الفاصل حضرتك اختلفت مع الاستاذ محمد شبانه الثانيه حضرتك فضل. الجزئيه الثانيه انا عايز اعلق على الكلام الجزئيه الثانيه اللي انا اللي ظهر من الحديث عن الطعن هي كانت متعلقه بمبدا المساواه. ربما في سبب ثالث اللي هو مساله الدوائر نفسها انها كانت في الدوائر الفرديه بتدي له يعني حزب لما يكون على ذات الدايره غير مرشح فردي على ذات الدايره نعم يعني ممكن يكون في عدم للتفاوض زي الطعن بتاع 87 زي حكم المحكمه الدستوريه وهذا هو تحديدا ما اشار اليه المستشار طارق البشري عندما تحدث عن ان هذا النص او هذا القانون قد يشوب عدم الدستوريه لكن لا اعلم ان كان موقف المستشار البشري تغير بعد قبل التعديل في الاعلان الدستوري. جميل. النقطه اللي اختلفت فيها حضرتك دكتور محمد الذهبي قبل الفاصل مع الاستاذ محمد شبانه هي على الاثار المترتبه. اسمح لي حضرتك اسمح لي بتعليق على هذا الكلام طيب قبل ما نتجاوزه يعني فقط النقطه الخاصه بالاثار المترتبه على عدم الدستوريه حضرتك رايت العبره النص هنفترض انه من 5 فقرات انا طعنت فقط على الفقره الاخيره اللي هي الخاصه بتلت المجلس يعني لو ان الطعن على كافه المقاعد اللي هي التلتين والتلت مقبول انه لما يقضى بعدم الدستوريه يتم حل البرلمان بالكامل، لكن مناط الطعن النهارده في جزئيه محدده وهي الحديث عن الثلث. يعني هو واضح ان احنا هندخل في جدل واسع حول تفسيرات ورؤى مختلفه ومساله تقديريه في هذه النقطه ايضا. يعني لو فرضنا جدلا ان المحكمه الدستوريه العليا ستقضي بعدم الدستوريه ستنص المحكمه الدستوريه العليا على ما يترتب على عدم الدستوريه، يعني قرار المحكمه سيكون شاملا تفسيرها له. جميل جدا. طبعا ستقول ان يترتب على هذا طيب اسمحوا لي ان انا استغل وجود حضراتكم معنا وانتقل الى موضوع اخر اثير اليوم كذلك في مجلس الشعب في تحديدا في اللجنه التشريعيه ولجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه والتشريعيه وهي نقطه متعلقه بقانون انتخابات الرئاسه وهي الجدل الذي ثار اليوم وثارت على خلفيه الحقيقه معركه ربما في داخل مجلس الشعب بخصوص ماده معينه وهي الماده 28 من هذا القانون التي تفترض تحصين 30 و 38 وهي المواد التي تحصن او يتعلق بعضها بتحصين اللجنة العليا للانتخابات وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب الذين رأوا أنه لا حصانة للجنة بل إن البعض تمادى ورأى أن هذا التحصين قد يعد مقدمة لتواطؤ ما أو لرغبة في التزوير بحسب كلام نائب ممدوح إسماعيل والنائب أبو العز الحريري. وهنا أنتقل إلى الأستاذ محمد شبانة. أستاذ محمد شبانة أريد أن أعرف وجه اعتراضكم على هذه المسألة من الناحية القانونية بخلاف النقاط اللي أثارها بعض النواب في مجلس الشعب. خلينا نرجع بالأمور من أول السطر. فضل. احنا ما زلنا بنعيش مقاسات نعم ولا من اول يعني نعيد الامور الى ما كانت عليه. الدستور ولا الانتخاب؟ نعم ولا لا؟ هنرقع ولا نعمل؟ دي اثر من اثر. اذا حضرتك قرينا النص ده هنلاقي ان السلطات الممنوحه للجنه العليا للانتخاب سلطات لم تعطى لمخلوق. هي لجنه لا تراجع. انا هطرح مجموعه من الفروض. لو ان هناك وفي قاضي مش في قاضي بيبقى صالح وقاضي ليس كذلك، هو كل واحد صادر قرار جمهوري بتعيينه قاضي اصبح منزع عن الهوى. بشر ما زال بشر. اذا اخطا قاضي في اعلان النتيجه الى من يرد الامر؟ نعم.
إلى الله. اثنين، إذا أخطأ رئيس لجنة فرعية، ده كان بيصار النهاردة في اللجنة التشريعية مع زميلي وإحنا بنتكلم، إذا اللجنة الفرعية إذا في قاضي أعلن على غير الحقيقة فاعتمدها اللجنة العليا، إلى من أشكو؟ إلى الله. في كل أحوال الشكوى لله يعني، بس أنا عايزة أعرف، هتلقى الحساب في الآخرة. جميل، لكن أنا عايزة أفهم من وجهة نظر حضرتك، من وجهة نظر المشرع الذي وضع هذه المادة، ما هو ما هو المقصود من تحصين اللجنة العليا ضد الطاعون؟ إيه اللي كان مقصود من وجهة هو نظر؟ هو فيها وجهة نظر بتقول إن إحنا بنتكلم في انتخاب رئيس الجمهورية، يعني أعلى حد في البلد، وبالتالي ما يبقاش مركزه مهزوز، فيبقى تشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقد ورئيس محكمة القضاء الإداري، رئيس الإدارة العليا، يبقى ده أعلى تشكيل، بحيث إنه يبقى يخلق نوع من أنواع الاستقرار، ويبقى مركزه وقت ما يعلن غير قبل المطاعم. هل هذه المسألة متعلقة فقط بهذه الانتخابات برئيس الجمهورية، بهذه الانتخابات، انتخابات رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، ولا دي قاعدة وضعها يعني متعلقة بس في هذه المرحلة؟ رايحين للدستور الجديد؟ لا، طيب. احنا في الدستور الجديد بقى، إذا كانت ده هتتضمن ولا لا، هيبقى فيها ولا لا، هنفترض إنه هيتضمن شروط انتخاب رئيس الجمهورية بشكل جديد. عندما يمتلك، يسترد مجلس الشعب القلم والورقة وهو يضع أو يشارك في الدستور، عندما يسترد المجتمع نصيبه في وضع الدستور الجديد، اظن انه لن يقبل بهذه المادة. جميل، يعني النقطه زي ما حضرتك اثرتها، وهي قد تكون وجهه نظر المشرع، هي فكره استقرار في هذه المرحله الانتقاليه بكل ما تحمله من مخاطر. جميل، وهي نقطه سياسيه ان يعلن غير ما في الصندوق ودوات. طيب، الحقيقه ان المستشار الخضيري كان له تصريح اختص به قناه الجزيره مباشر، رئيس اللجنه التشريعيه، تحدث فيه عن ان اذا لم تكتمل هذه المعركه، معركة تغيير هذه المادة، فعلى الشعب أن يمارس رقابته على الانتخابات التشريعية. وهنا أسأل الدكتور حاتم عبد العظيم، دكتور حاتم، يعني فكرة أن يمارس الشعب رقابته دي مسألة وردة وكانت موجودة في انتخابات مجلس الشعب، برغم وكانت هناك العديد من الانتهاكات التي رصدها مواطنون، وفي نفس الوقت لم يلتفت إليها أحد في النهاية، ورؤية أنها ضرب بها عرض الحائط يعني. فهل ستتكرر نفس المسألة في انتخابات الرئاسة؟ أعتقد أنه ما سلكته اللجنة التشريعية اليوم سيكتب له النجاح. نحن وجدنا أنفسنا أمام مادة في الإعلان الدستوري، مادة 28، تعطي للجنة الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة، وتحصن قراراتها من أي صورة من صور الطعن أو التظلم. ولما كانت هذه اللجنة، وهي مشكلة من أرفع القامات القضائية في مصر، قامت على فلسفة الرقابة السابقة أيضا كما تكلمنا قبل قليل، بمعنى أنه لو شكلت لجنة إدارية وحد هيطعن على قراراتها سيذهب إلى الدستورية العليا في آخر المطاف. أنا جئت بالدستورية العليا وجعلتها تدير هذه المسألة. أنا لو هختار، لا أختار هذه الطريقة أبدا، أختار أن تكون هناك لجنة إدارية يمكن الطعن على قراراتها. نحن الآن بإزاء نص ولا اجتهاد مع النص كما أسلفنا، فكان أمامنا أحد طريقين. الطريق الأول السعي في تعديل هذه المادة الدستورية، وهذا طريق شاقي جدا، ربما لا يمكن في أحسن أحوال إنجازه قبل 3 أشهر، وهذا متعسر جدا، وكلنا نتوق إلى نقل السلطة نقلا آمنا صحيحا إلى رئيس منتخب. فصار الخيار الأكثر أمانا والأكثر موضوعية وعقلانية، والذي هو في يد اللجنة وفي يد مجلس الشعب، هو تعديل بعض المواد القانونية التي تقلص ضمنيا من صلاحية هذه اللجنة. وبالفعل اللجنة التشريعية اليوم انتهت إلى تعديل المادتين 30 و38 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية. يعني هي نقطة شكلية بس دكتور، ليست يعني شكلية. لا اسمح لي أنا هسأل حضرتك حول نقطة شكلية. يعني قد يستغرب البعض يرى أنكم تتمسكون بالنص فيما يتعلق بتفسير، فيما يتعلق بعدم دستورية أو دستورية مجلس الشعب أو بعض أجزائه، فيما أنكم هنا تجتهدون مع النص وتحاولون تعديله، ولا تلتزمون بالنص وتحاولون تحايل عليه من خلال تعديل بعض القوانين. لا، أيضا ملتزمون بالنص تماما. الفارق يا أستاذة منى أنه النص بتاع انتخابات مجلس الشعب تمت الانتخابات، الاستحقاق انتهى، إمكانية التعديل فيه صارت مستحيلة. اما النص الخاص بانتخابات رئاسه الجمهوريه، الانتخابات لم تبدا بعد، فامكانيه التعديل متاحه. هل المساله كما راها بعض الاعضاء وكما فعل بعضهم في جلسه اليوم، هي فعلا رغبه في التزوير مثلا مقدمه لذلك، يعني ولا المساله زي ما شرحها الاستاذ شبانه؟ الاصرار على سلوك طريق تعديل الماده الدستوريه يعني يقينا تاجيل الانتخابات لعده اشهر، واظن انه ليس هناك عاقل في مصر يرضى ان تؤجل الانتخابات الان. كلنا ندفع باتجاه استعجال الاستحقاق الرئاسي، يعني رفضنا اليوم بأغلبية الأصوات ومن كل القوى السياسية، فقط اعترض الأستاذ ممدوح إسماعيل وأيده الأستاذ العز الحريري فيما يعني أتذكر،
يعني 2 من حاجة و30 واحد كانوا حاضرين. الغالبية العظمى من كل القوى السياسية دفعت باتجاه التعديل القانوني تعجيلا للاستحقاق الرئاسي. نعم. لأن التعديل الدستوري يقتضي بالضرورة تأجيل الانتخابات. وأظن أننا بحاجة إلى تعجيلها لا إلى تأجيلها. نعم دكتور محمد الزهبي، هل بالفعل تقليص صلاحيات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يمكنه أن أو يعني جعلها لجنة قابلة للطعن على قراراتها، هل يمكن بالفعل زي ما خشي المشرع من وجهة نظر الأستاذ شبانة يجعل الرئيس القادم في مهب الريح وبالتالي يجعل المرحلة الانتقالية مليئة بالمطبات وهي كان بها ما يكفي من المطبات؟ لا يملك أحد الحديث عن هذا النص الدستوري على الإطلاق، لأن النص ده تم الاستفتاء عليه، 28 مليون قالوا رأيهم في هذا النص، اللي هي المادة كانت 76 قبل التعديل وبعد التعديل. عندما طرح هذا النص كثير من رجال الفقه الدستوري والقانون قالوا رأيهم ان هم رافضين مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طرق، وتحصينها من إيقاف التنفيذ أو الإلغاء. نعم. وكان أيضا من ضمن الحديث اللي كان معظم رجال يعني الفقه من حضرتك رفضين. لا أنا بس خفرة نعم هكمل معها طبعا. وكان البعض بيرى أنه مش عايزين الرقابة السابقة لقانون بقى الانتخابات الرئاسية أنه بيعرض على المحكمة الدستورية عشان تقول رأيها، مش عايزين الرقابة السابقة رغم أن هي ليها نظرها في دولة فرنسا المجلس الدستوري الرقابة سابقة، يعني في سابقة في النظم المقارنة تحديدا المجلس الدستوري. فالحديث عن مسألة تحصين قراراتها ده انتهى، 78% و2 من 10 قالوا رأيهم في النص. الحديث عن تشكيل اللجنة انتهى. الحديث عن الرقابة السابقة انتهى أيضا. يعني إيه مغنى الحديث اللي بيدور إذن في اللجنة؟ هكمل مع حضرتك. الحقيقة بقى الأمر في شق قانوني فيه جيد جدا اللي طرحه الدكتور حاتم حالا، وهو الحديث عن أنه دي ضمانات ممكن تعدلها في القانون، أنه رئيس كل لجنة فرعية يعلن النتيجة علشان اللجان العامة، ودي شفناها حتى في انتخابات مجلس الشعب في قدر أكبر من الشفافية ويصعب التلاعب بالنتائج. لا هي يعني دايما مش هنفترض مسألة التلاعب، لأن الإشراف النهاردة ليه شقين هعرضه لحضرتك بقى لما أعرض الجزئية الثانية. لا السبب الأساسي أنه دايما عدد اللجان كتير قبل كان دايما بيحصل إرهاق حتى للقضاء، فدايما وارد الخطأ وارد ده أمر مقبول، يعني ده اجتهاد قانوني مقبول إن أنا أعدل وبعرض على المحكمة الدستورية حقها في الرقابة وفقا لهذه المادة السابقة أقرت ما أقرتش. يعني التعديلات اللي هيتقدم في مجلس الشعب عليها على المادة الدستورية على المادة القانونية على القانون المادة القانونية في انتخابات الرئاسة مفترض أن تعرض على المحكمة الدستورية العليا لمطابقتها مع الإعلام الدستوري فقط في حتة اللجان الفرعية واللجان الرئاسية. نعم. هو المشكلة بقى اللي حصلت الحقيقة اللي أنا بعتقد أن كان فيها خروجا عن التقاليد والأعراف البرلمانية المصرية هي مسألة التعرض للنص الدستوري والتعرض لشخص رئيس المحكمة الدستورية العليا. نعم. والحديث عن انتخابات نقابة المحامين وتزويرها، والحديث عن انتخابات اللي تمت في دائرة محكمة جنوب القاهرة تحديدا دائرة الخليفة وتزويرها، أنا بعتقد أن دي مخالفة للأعراف البرلمانية. وكان سبقها برضو حديث عن السلطة القضائية، كان في الحقيقة تجاوز أيضا. نعم. بأنه قلنا أنه المحاكمات دي هزلية، ضرورة سرعة المحاكمات. أنا بعتقد أن التدخل في عمل القضاء بشكل مؤثر حديث على شخص النائب العام، حديث على شخص النائب العام بين السلطات لا هو ده لم يحدث من قبل الحقيقة، لم يحدث في تاريخنا البرلماني العريق أن تدخل البرلمان كسلطة تشريعية في عمل السلطة القضائية. هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التجاوز، ونتمنى أن ينتهي وهينتهي إن شاء الله. المسألة بقى اللي حياتك حدثت أنه تم التعارض النص ده مع رؤيتي أنا الشخصية، إن أنا ما كنتش مع الرقابة السابقة، ما كنتش مع تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسية، لكن النص خلاص دي إرادة الشعبية، إرادة الأمة أجازت هذا النص. النص بقراءته بشكل فيه تأمل وعمق، القرار ليس قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا على الإطلاق، هو فرد، لكن معه النائب أقدم النواب. نعم. لمحكمة الإدارية العليا لا رئيس محكمة السنة في القاهرة، أقدم النواب لرئيس محكمة النقض، أقدم النواب
اللي هو النائب الاول برضه رئيس المحكمه الدستوريه العليا. يعني في اربع قامات قضائيه في اللجنه. الاهم انه في يعني قراءه برضه غير دقيقه للنص، وكان الخمس اشخاص دولت هم اللي بيقوموا باداره العمليه الانتخابيه فقط منذ بدء يعني هو ان هذه المساله ستاخذ ربما بدايه من التصويت والفرز. لا، في اشراف قضائي كامل. جميل. يعني اللي هي الماده 88 بعد تعديلها. نعم. يعني القضاء بيشرفوا في العمليه الانتخابيه بكافه مراحلها. يعني احنا في الحقيقه توقفنا فقط امام الجدل الذي اثير اليوم في داخل جلسه مجلس الشعب، لكن ما يتعلق بقانون الرئاسه مؤكد انه سيفرض له الكثير من الجدل في الايام القليله المقبله، كذلك كل التداعيات التي على هامش هذا الحوار وربما بعض الاتهامات المتبادله اللي طرح بعضها اليوم في مجلس الشعب. لكن لهذه الدقائق اسمحوا لي ان اشكر ضيوفي على الهواء مباشره. اشكر الدكتور محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري بالاكاديميه البحريه، اشكر الدكتور حاتم عبد العظيم النائب عن حزب الحريه والعداله وعضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه، واشكر النائب الاستاذ محمد شبانه النائب عن تحالف الثوره مستمره وعضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه. شكرا لكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطيه على الهواء مباشره بعد هذه الوقفه القصيره. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من القاهرة من ميدان التحرير. مشاهدينا في هذه الدقائق نتحدث عن مجلس الشعب المصري. لا يزال الجدل الذي استمر قبيل إجراء انتخابات البرلمان المصري لا يزال ماثلا في الذاكرة، لا سيما الجدل المتعلق بأسلوب إجراء الانتخابات، وهل يكون وفق نظام القائمة أم النظام الفردي، وعن النسبة والتناسب بين النظامين. معركة ربما خاضتها بعض الأحزاب السياسية حتى يتسنى لها تغيير المادة الخامسة. فهل أصبح البرلمان الآن بعد هذا التعديل وبعد إجراء الانتخابات في مهب الريح، بالتحديد رياح عدم الدستورية التي يتذكرها المصريون عندما هبت من قبل في الثمانينيات وحكمت المحكمة ببطلان إجراء الانتخابات في ذلك الوقت وبالتالي إجراء انتخابات مجلس الشعب؟ ما يشعل هذا الجدل من جديد القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا اليوم بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى الدستورية العليا. فقد رأت الإدارية العليا أن السماح بترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية بالشعب يشوبه عدم الدستورية لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. حول هذا الموضوع والعديد من الموضوعات التي ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم ينضم إلي على الهواء مباشرة الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية البحرية، كما ينضم إلي الدكتور حاتم عبد العظيم النائب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وينضم إلي كذلك الأستاذ محمد شبانة وهو نائب عن تحالف الثورة مستمرة وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب. اهلا وسهلا بحضراتكم. دكتور، باعتبار حضرتك من خارج البرلمان، عندما ننظر الى هذه الاحاله، احاله اللجنه العليا للدستوريه العليا، هل يجعل هذا البرلمان في خطر؟ يعني ماذا اذا قضت المحكمه الدستوريه العليا بان المواد المنصوص عليها هي مواد غير دستوريه؟ هو الحقيقه كان الامر متوقع، يعني معظم الخبراء الدستوريين كان ليهم رؤية أنه القانون بتشوبه شبهة عدم الدستورية، وكان واضح من البداية التردد. البداية مشروع القانون كان التلت للمقاعد الأحزاب والتلتين للمقاعد الفردية، تم التغيير بضغط من الشارع، التلتين نص للأحزاب ونص للمقاعد الفردية، تم الضغط مرة ثالثة بقى التلتين للأحزاب والتلت المقاعد الفردية، رابعاً انه السماح حتى للاحزاب بالنزول على المقاعد الفرديه. هو شبهه عدم الدستوريه كانت واضحه، انه دايما اي تشريع سواء تشريع دستوري او قانوني ما هو الا نقل او ترجمه لظواهر قانونيه وسياسيه في اطار قواعد قانونيه. الواقع السياسي او الواقع القانوني ما بيقولش ان عندنا احزاب. والحقيقه المشارع ما خدش التجربه السابقه اللي بداناها مع القانون 4 لسنه 77، لما سنه 83 قررنا ناخد بنظام انتخاب القايمة، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي، لأن في هذا التوقيت تم حرمان، يعني كان النظام القانوني النظام الانتخابي
حرمان المستقلين بالكامل. نعم. وكان السماح فقط للأحزاب السياسية. المرة الثانية اللي قضي فيها بعدم الدستورية وتم حل البرلمان للمرة الثانية أنه تدارك المشرع الأمر وسمح للمستقلين بنزول، ولكن كان في إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فإن الدوائر كانت واسعة، فقضي للمرة الثانية بعدم الدستورية وتم حل البرلمان. كان 6 سنوات فقط اللي مرت على الأحزاب السياسية، فكانت مغامرة من المشرع غير مبررة، لأن الواقع القانوني والسياسي ما يقولش أن أنا عندي أحزاب سياسية تستطيع أنها تنزل، وبصفة خاصة أن تاريخنا البرلماني من بداية 1805 وإحنا بناخد بنظام الانتخاب الفردي، حتى في ظل ما كانش برلمان لكن كانت مجالس استشارية بمقتضى قوانين أساسية على اسم الناخب، نعم، اسم المرشح، كانت بمقتضى قوانين أساسية أو قوانين نظامية هي يعني موازية للدساتير، يمكن من 1805 لحد 1882، وكان نظام برضو انتخاب فردي. لما بقنا يبقى عندنا برلمان حقيقي ونظام نيابة حقيقي، يعني ليه اختصاصات تشريعية ومراقبة للحكومة، من 1882 مجلس شورى النواب ظل النظام هو الفردي هو القائم. بدأنا في الأحزاب، دستور 23، دستور 30، انتخاب الفردي هو القائم. لما جاء 52 وصدر الدساتير الثورة في 56 و64، الانتخاب الفردي هو اللي كان معمول به. بدأنا التجربة، كان لينا سابقتين، يعني قضية بعدم الدستورية مرتين وتم حل البرلمان، كان يتعين على المشرع أن يراعي هذا الأمر. نعم. يعني الواقع السياسي أصعب، ده احنا أشهر بسيطة اللي مرت على الأحزاب، يعني حتى كان الخلاف، هل يعني الأحزاب كان واضح اللي هي سيكون لها الغلبة، لأنه الحزب المسيطر أو المهيمن على الحياة السياسية تم حله. نعم. فالبداية أحزاب جديدة، والأحزاب الوفدة أو التجمع أو الناصري ما كانش ليها تواجد في البرلمان في السابق، شعب أو شورى، فكان الواضح أن التيار الديني أو التيار الإسلامي السياسي أو الأحزاب الدينية، الأحزاب ذات المرجعية الدينية أيا كان المسمى، هي اللي هتسيطر. نعم. يعني كان واضح الأمر، لكن مش على أساس برنامج سياسي، يعني نعم. المفهوم المعركة لم تكن حزبية، كانت على أساس الأيديولوجية. لا، دايما المشرع لما يحط نظام الانتخاب وفقا للقوائم، الأساس برنامج أحزاب. نعم. فالطبيعي أن الحزب يكون له تاريخ، يعني حزب عريق له تاريخ، لكن مش ممكن أحزاب بقى لها شهور أو أيام أدلها تماما. يعني الحقيقة قبل ما ندخل في تفاصيل ما يتعلق بالأحزاب وما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن إذا بقينا قليلا فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية، واسمح لي هنا أن أنقل هذه النقطة للدكتور حاتم وشارك معنا فيها الأستاذ محمد شبانة، باعتبار حضراتكم أعضاء في اللجنة الدستورية في البرلمان، يعني الحقيقة تغيير هذه المادة كان بناء على ضغط من الأحزاب واعتبرته مكسب في ذلك التوقيت أن تتمكن كذلك من المنافسة على المقاعد الفردية. هل كان في ذهن هذه الأحزاب أن مسألة عدم الدستورية قد تكون سيف مسلط على رقبة البرلمان فيما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد؟ فضل يعني واسمح لي أقول أننا بنتعامل ونتكلم كما لو كانت شبهة عدم الدستورية صارت واقعا دستوريا، ده غير صحيح. كل ما في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا أحالت دعوة لديها إلى المحكمة الدستورية كونها هي المنوط بها الفصل أو الحكم أو القضاء في الدستورية أو عدم الدستورية. إذن شبهة عدم الدستورية قائمة، لكن عدم الدستورية هو الذي لم يفصل فيه. لا لا، حتى هذه الشبهة أراها غير حقيقية. نعم. من 3 وجوه الحقيقة. من حيث الشكل، نحن نحكم على أي قانون بأنه دستوري أو غير دستوري، وطبعا الدكتور أحمد يعلم هذا الكلام، بمدى مطابقته للدستور الذي تحتكم إليه البلاد. البلاد الآن تحتكم للإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري حصن هذا القانون، قانون انتخابات مجلس الشعب، بتعديل صدر في 25 مارس، ونص الإعلان الدستوري على هذه النسب الثلث والثلثين، وكان هذا بمشورة أو بنصيحة المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا اللي طلبت من المجلس العسكري أن يصدر إعلانا أو تغييرا أو تعديلا للإعلان الدستوري حتى يحصن قانون انتخابات مجلس الشعب من الطعن عليها بعدم الدستورية. يعني كانت الشبهة دي واضحة في ذهن المشرع، وبالتالي حاول تلافيها من خلال متصور أن تكون مجال حديث. نعم. تمام. فطلبت المحكمة الدستورية أو ناصحت المحكمة الدستورية العليا المجلس العسكري بأن يعدل هذا الأمر في التعديل الدستوري، وقام المجلس العسكري بهذا. لا يتصور المحكمة الدستورية العليا تقر شيئا بالأمس وتقضي اليوم بنقيضه. لا يتصور أنها قبل شهور قليلة في 9 الماضي رأت أن هذا وضع دستوري ومتوائم دستوريا ومتوافق دستوريا، ثم تقضي اليوم فيه بعدم الدستوري. هذا من حيث الشكل. ما الذي دفع الإدارية العليا هنا لحالة؟ الإدارية العليا أتصور أنه يعني من حيث الموضوع بقى، من حيث الموضوع ما نشرته الصحف اليوم أيضا من وجهة نظري أنه غير دقيق وجانبه الصواب من جهتين. هي رأت أن
قسمة الثلث والثلثين تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا غير صحيح، لأنه لا يمكن أن أقيس في العمل السياسي قيمة الأحزاب وزنها النسبي بقيمة الأفراد وزنها النسبي. الأصل في المنظومة السياسية أنها منظومة مؤسسية حزبية في العالم كله. فالقول بأنه كان ينبغي أن تكون النسبة النصف والنصف هذا قول غير صحيح، لأنه نحن في ميدان سياسي الغلبة فيه ينبغي أن تكون للأحزاب كونها هي الأطر السياسية الصحيحة لممارسة العمل السياسي. ونحن ننشد في مصر أن نقوي الحالة الحزبية ونقوي الحالة السياسية، فلا يتصور أن نغلب مرة ثانية الانتخابات الفردية بكل ما أفرزته من سيطرة للمال ومن سيطرة للعصبية ومن سيطرة للقبلية ومن إمكانية لعودة فلو الحزب الوطني. والكل في المجتمع المصري قال هذا الكلام، لا يتصور ونحن في هذا العهد الجديد وبداية عمل سياسي جديد أن نكرس هذه المظاهر السلبية عبر زيادة مساحة الانتخابات الفردية. يعني مسألة من حيث الموضوع أثرت جدل وجدل مقابل، كانت هناك وجهات نظر يمكن التكلام فيها، لكن النقطة الثانية اللي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا أنها قالت أنه رغم أن النسبة غير عادلة من وجهة نظرها، إلا أن المشرعة فتح الباب للأحزاب لتزاحم المستقلين على هذه النسبة. وأنا أرى هذه القضية معكوسة في الحقيقة، وأرى أنه لو صدر التشريع يحرم المنتمين إلى أحزاب من الترشح على مقاعد فردية لشابه عدم دستوري أكبر، لأن المواطن المنتمي إلى حزب مواطن مصري يتمتع بكافة الحقوق السياسية. كيف أصدر تشريعا يمنع مواطن مصري مواطنا مصريا من ممارسة حق نعم سياسي؟ لكن يعني أنت تضع هنا في نفس على نفس على قدم المساواة مواطن يقف وراءه حزب سياسي يدعمه ويموله ويقوم بالدعاية عنه، ومواطن آخر يعني فرد في مواجهة هذه الآلة الحزبية. لا، غالبا هذا الفرد أيضا ينتمي إلى منظومات أخرى ليست هينة وليست يسيرة. مش عارف ما مرشحين مستقلين. هذا المرشح مستقل هذا المرشح مستقل غالبا ينتمي إلى بلد وينتمي إلى مدينة وينتمي إلى عائلة وينتمي إلى أسرة وله شعبية وله عمل عام سابق. نعم ده افتراض، لكن لا ده الحقيقة، بدليل أن هناك مرشحين مستقلين نجحوا. طيب خلينا نبقى شوية في النقطة الشكلية اللي حضرتك أشرت إليها، وهي أن هذا شبهة عدم الدستورية غير واردة، لأن هذا النص محصن بالإعلان الدستوري الذي صدر في شهر مارس الماضي. صحيح. طيب اسمح لي نشرك معي هنا الأستاذ محمد شبان. أستاذ محمد، هل توافق على ما أثره الدكتور فيما يتعلق بالجزء الخاص بالشكل؟ الحقيقة يعني النظر للموضوع بشكل أشمل يقول أنه عندما تقدر المحكمة جدية الدفع أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، طرح أمامها دفع بأن هناك عدم دستورية في قانون الانتخاب مقارنة بالإعلان الدستوري، قدرت المحكمة جدية هذا الدفع فأحالت. ده طريق أو تمكن وتصرح للأفراد أن يقيموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأجل اللي يحددوه. عند الحدود دي لا أستطيع أن أقول أن ليس هناك شبهة عدم دستورية، لكن أقول أن المحكمة قدرت جدية هذا الكلام فأحالت أمرها إلى المحكمة الدستورية العليا لتنظر في الأمر. أما ما نراه أن المحكمة الدستورية هتقضي أو لا تقضي في مسألة عدم الدستورية، يعني قد أوافق زميلي الدكتور في مسألة أنه الحديث أن عندما ينص الإعلان الدستوري على طريق معين للانتخاب لا يجوز الطعن بعدم دستورية الإعلان الدستوري. نعم. يعني يرتكن إلى أصل مقرر في الدستور، زي حضرتك ما هو عندنا مسألة مقررة اللي هي نسبة 50% عمولة فلاحين من غير دستورية، ولكنها عندما توضع في الدستور تصبح هي أصل يقاس عليه التالي. طيب يعني إذا كانت المسألة يعني كما شرحها أو كما رآها دكتور محسومة بما أن هناك إعلان دستوري، ما الذي دفع الإدارية العليا أن تجد أي نوع من أنواع الجدية في هذا الطرح وبالتالي تحيله للمحكمة؟ القانون من علوم الاجتماع، من العلوم الاجتماعية، ليس هناك في العلوم الاجتماعية ما يسمى بالمحسوم. كل المسائل يؤخذ منها ويرد عليها. في نص ما عندنا الإعلان الدستوري في تناقضات كثيرة. المحكمة أظن أنها اتكلمت في مبدأ تكافؤ الفرص، اتكلمت كمان على المبدأ اللي بتقول أن المواطنين للقانون سواء، وبالتالي تكفل الدولة وقوف المتنافسين على مسافات متساوية من الحقوق. وفي نص برضو بيقول أن الحق الانتخاب وحق الترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء من الحقوق المتلازمة، قالوا فيها بعد التعديل أن حق الانتخاب مقرر وحق الترشيح ينظمه القانون. لما نقول ان احنا بعد الثوره واحنا في اطار اول انتخابات تجري بعد الثوره، يبقى المشرع داخل في هذا الموضوع ليقرر
كيف تبنى مصر ديمقراطيا حسب ما يتصور. زي ما قال الاستاذ الدكتور هل هنا واسمح لي انا بس ارجع تاني للدكتور محمد الزهري، هل دور المحكمه الدستوريه العليا هي محكمه دورها تفسير؟ اتفضل. يعني ليا تعقيب. هو الحقيقه المحكمه لما رأيت ان في جديه في الدفع بعدم الدستوريه وانه الامر مرجح القضاء بعدم الدستوريه لان في شبهه مخالفه عدم الدستوريه، هي في جزئيه بختلف فيها بس مع الدكتور، وهي ان مبدأ المساواة، يعني عشان أقول إن في مبدأ مساواة لازم الطرفين يكونوا في ذات المركز القانوني. لا، ده بيدعمه حزب وده فرد. يعني هي استناد المحكمة في الأساس لهذا الأمر هو مبدأ المساواة، إن أنا فرد ما عنديش حزب يدعمني كبرنامج ماديا يعني، أو حتى استند إلى اسمه. لا، هو عنده تلتين، هو عنده نسبة بتاعته. نعم. يعني هو عنده نسبته تلتين، وبالتالي يجي يزاحمني هو مش انا مش في ذات المركز القانوني اللي هو فيه. طب يعني الجزئيه اللي هي خاصه بتحصين هذه الماده بالاعلان الدستوري. لا، انا هنا الطعن مش على الماده الخاصه بالدستور. نعم. يعني انا بتصور مش قصه التلت والتلتين اكتر بقدر من التلت ده حرم ان اخرين زحموه في حقه الدستوري ولم يكن الطرفين في ذات المركز القانوني. الامر الثاني برضو من ضمن الطعن في الاعلان الدستوري، ده منصوص عليه في الاعلان الدستوري. هكمل جزئيه برضو ثاني من ضمن الطعن في نظام الانتخاب بالقيمة في العالم ككل. احنا ابتدعنا الحقيقة خلطة غريبة قوي. يعني انت حدك شكل القيمة، يا باخد قيمة مغلقة يا قيمة مختلطة انا اللي بشكلها، مختلطة انا اللي بشكلها، ده من حيث الشكل. وبنيجي بعد كده نظام الانتخابي بقى نفسه وطريقة النجاح وحساب الاصوات في ثلاث، انا ببسط المسألة في ثلاث طرق. انتخاب بالقيمة مع الاغلبية سواء أغلبية بسيطة أو مطلقة، الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي، وبعدين نظام المختلط اللي هو زي النظام في ألمانيا، التمثيل النسبي في ألمانيا، أو نظام قائم التحالف في وقت من الأوقات في فرنسا. إحنا خدنا بالنظام الثالث ده اللي هو إيه حضرتك؟ إنه التلتين تمثيل النسبي والتلت الثاني يعني خدنا بالنظام اللي هو الأغلبية. لكن الجديد واللي غير، يعني أنا بشكل شخصي لم أرى في النظم المقارنة على الإطلاق، إنه لم يكن للناخب الحق في انه يعمل قائمه. لا، ده الاحزاب كونت قوائم. نعم. وقوائم يعني ظاهره فريده من نوعها، يعني في الواقع الدستوري او القانوني ما شفناهاش، انه دايما التيار الديني مع بعضه او التيار الشيوعي او التيار الليبرالي او احزاب الوسط، يعني او دايما يعني الاتجاهات السياسيه يمين وسط يسار. لكن انت فرضت عليا كناخب النهارده ان الاقي تحالف في تيار ديني مع في يمين ويسار مع بعض، الكرامة ناصري او اشتراكي، يعني كان امر لم يحدث من قبل. نعم. لكن يعني هل هذه مساله سياسيه؟ مش بارادتي انا. هل هذه مساله سياسيه؟ مساله دستوريه. لا، ده نص قانون. لا، نصوص القانون اللي سمح. نعم. انا ده ما كانش بارادتي. يعني في النظم زي ما شرحت حياتك، انا باخد شكل القايمه يا انا بالكامل، يا انا اللي باخد قايمه بالشكل اللي انا عايزه. والنظم الانتخابيه ثلاثه، المشرع خد المختلط مع شكل القايمة لكن ما اداش الحق ده للناخب، لا دي للأحزاب هي اللي عملت هذا الأمر. ده برضو أمر دكتور محمد. أيضا الإعلان الدستوري نص على أحقية المستقلين في تشكيل قوائم ومنافسة الأحزاب. يعني حتى هذه تكافؤ الفرص كان موجودا فيها، هو لم يحرم المستقل من الوجود على قائمة ويميز الأحزاب بهذه الميزة، وأعطى للمستقلين تكوين قوائم ومنافسة الأحزاب. من أقول ذات المركز القانوني، أنت حياتك مركز قضية المركز في أحزابك التلتين، لازم نكون في ذات المركز القانوني عشان نتكلم عن مبدأ المساواة. يعني لو أنا النهاردة بنزل على الأحزاب، المركز القانوني مختلف. صحيح. فكان في عدم دستوريه ليا انا ان ازاي انا اخد مستين ان انا بنزل مستقل وبعدين بنزل على الاحزاب كمان. طيب يعني الحقيقه ان دي يعني العكس هو اللي حصل. هو عايز اعلق تعليق مهم في هذا القول بعدم دستوريه النسبه او بعدم دستوريه منافسه المنتمين لاحزاب على المقاعد الفرديه. نعم. معناها الطعن في الاعلان الدستوري ذاته، ونحن الان البلد كلها بتستند دستوريه للاعلان الدستوري. هل هذه مسألة واضحة ولا تقبل تفسير في الإعلان الدستوري ولا تقبل يعني هنا اجتهادات الدكتور؟ إذا شئت أن أقرأ لك نص التعديل في الإعلان الدستوري واضح تماما بهذه التفاصيل. نعم. ثم المشرع عندما طرح هذا النظام اتبع منهجية في الرقابة الدستورية أو رقابة المحكمة الدستورية تسمى الرقابة السابقة، يعني هو أحال هذا إلى المحكمة الدستورية وطلب رأيها قبل أن يقر هذه القوانين وهذه التشريعات، فالمحكمة الدستورية وافقت، والمحكمة الدستورية هي المرجعية في الفصل
في قضية دستورية وعدم الدستورية. لا يصح أن يتكلم أحد في وجود المحكمة الدستورية في هذا المجال. المحكمة الدستورية وافقت دستوريا على هذا الكلام وطلبت تحصينه بتعديل في الإعلان الدستوري. طيب نقطة إجرائية وأسأل عنها دكتور الأستاذ محمد شبان. أولا دور المحكمة الدستورية هنا هو الفصل ولا التفسير للنص؟ الفصل. المحكمة الدستورية تفسير لما تقدم لها جهة في نص التبس الأمر عليه. هنا تفسر المحكمة الدستورية ويبقى لها تفسير قضائي. هل هنا المادة تحتاج إلى تفسير؟ لا لا لا، المادة هنا الموضوع مش مطروح للتفسير. النص الآن مقدم، قانون الانتخاب مقدم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل. المسألة الثالثة والمهمة قوي إنه عشان نعيد الأمور إلى نصابها ونرد الأمر إلى جذره، نقول إن حديث زملائي يتعلق بالفرق بين المنطق والدستور. هما بيتناقشوا في منطقية المراكز القانونية للأطراف، هل من المنطقي أن يبقى حد الأحزاب تنافس ثم تنافس المستقل حتى في عقر داره في على المقعد الفردي؟ نعم. بعد أن عجز أو حيل بينه وبين تكوين أحزاب أو غيره، نقول فيها وده كفاية كلام أن أطلقت حريتها تكوين الأحزاب، فكان بإمكانها أن يكون له حزب. أطلقت حتى لو لم يكن له حزب، أطلق حرية تكوين الائتلافات والتنظيمات والقوائم حتى ولو لم يؤسس حزب. ده كلام كله في المنطق. إن كان هناك أمر ضد المنطق وأردت أن تعصمه، دي حيلة بقى، حيلة من القانونيين، وأردت أن تعصمه حطه في الدستور. وهذا ده المشرع اللي هذا ما حدث. وبالتالي عشان ما ندورش في حلقة مفرغة، هذا الجو اللي يراه الدكتور أنه غير منطقي ويراه زميلي أنه منطقي، هذه العلبة، هذا القالب تم وضعه في الدستور فتحصن، فأصبح صحيح. الأمر جميل. قد يكون بقى رأي القضاء. نعم. رأي القضاء في المحكمة الإدارية العليا وهي تفسر وتنظر لها وجاهة، ولا 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 أتعرض لهذه الوجاهة، ولكن أقول هو اجتهاد قضائي من محكمة عليا ويقدم إلى المحكمة الدستورية العليا. صحيح. هم رجال ونحن رجال. هم يرون ونحن نرى. جميل. هم يقتلون، هم قاسوا المسألة بالمنطق، وزي ما قال الأستاذ الدكتور من المسألة غاب عنا حكم الدستورية السابق. جميل. من الناحية القانونية، إذا كان هناك نصا موضوعا في الإعلان الدستوري وتم الاستناد إليه، وهذا المنطق رؤية أنه يخالف المنطق أو يخالف طبائع الأمور، هل من حق المحكمة الدستورية العليا هنا أن تفصل في عدم، يعني مش هقول دستوريته لأنه هو وارد في الإعلان الدستوري، لكن في أنه مثلا يعني غير صحيح أو غير دقيق أو لا؟ الدستور عليه. هو المسطرة. هو المسطرة، هو الثابت الذي يقاس عليه المتغير. إذا كان العوج في الثابت فلا سبيل إلا بعد الدستور الجديد. جميل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. هل أنتم يعني داخلين طرف كلجنة تشريعية في مجلس الشعب؟ هل هتسألوا عن رأيكم ولا هتقدموا تفسير للخاص ولا المسألة خارج الأمر؟ احنا لسنا مخاطبين بهذا الأمر. نعم. للمحكمة، نحن نقدر للمحكمة شأنها ونقدر ونحن ونرفع القبعة للقضاء وللمحكمة الدستورية العليا. وبالتالي تلتزموا بقرار المجلس. قطعاً. قرار المحكمة الدستورية. لا أحد ينازع المحكمة الدستورية حتى لو جاء على خلاف التفسير. طبعاً. لا أحد طبعاً ينازع الدستورية العليا حقها في القضاء بالدستورية وعدم الدستورية على الإطلاق. إذن حتى الآن لا تزال الفردية مفتوحة برغم أن الأساتذة رأوا أن المسألة منتهية، لكن إذا حدث وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية هذه المنافسة، إيه الأثار القانونية اللي هتترتب على ده فيما يتعلق بالمجلس وبتكوينه؟ هو أشير هذا الأمر سنة 83 وسنة 87 أنه 84 بعض الفقهاء القانونيين رأوا ان في اختلاف مدى شرعية القوانين والتشريعات التي صدرت من البرلمان في تلك الفترة بعدما قضي بعدم الدستورية وتم حل البرلمان. لكن الرأي الراجح في الفقه وانه هو جميع التشريعات التي صدرت من البرلمان في تلك الفترة وفي المرتين الحقيقة اللي قضي فيهم بعدم الدستورية انها تشريعات صحيحة وما فيش اي نزاع في مدى ده بالنسبه للتشريعات. لكن بالنسبه للتكوين، هل معنى ذلك انه هيترتب عليه مثلا حل مجلس الشعب في ولا حل المقاعد الفرديه؟ آه. مثلا هي اللي هيتم الاعاده عليها. ايه في المرتين السابقين تم حل البرلمان ككل، لان يعني كان يمكن المساله متعلقه بالبناء بشكل كامل ككل. نعم. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن جزء من البرلمان او جزء التلت. عن التلت. يعني الحديث عن التلت، وبس ناكد الجزئيه اللي اثارها الدكتور برضو، وهي ان احنا حديثنا هنا مجرد وجهه نظر او رؤيه، وانه المحكمه قدرت جديه الدفع. يعني المحكمه الاداريه العليا هي لم تفصل في موضوع الطعن، ليست جهه اختصاص خالص. هي امامها دعوه متداوله امام القضاء الاداري بشان نزاع
هي قد دفع بعدم الدستورية وقدمت مذكرة قدرت جدية الدفع فقط وأحالت إلى المحكمة الدستورية العليا هي التي تقرر دستورية أو عدم دستورية القانون. يعني قرار لا للبرلمان ولا لينا ولا للمحكمة الإدارية العليا هو منحصر في المحكمة الدستورية. نأكد بس هل المحكمة الدستورية العليا هنا هي اللي تصدر القرار وتفسره؟ يعني هي الحكم وتفسره طبعا. هي اللي هتقول مثلا إذا كان يترتب عليه بناء حل مجلس الشعب ولا إلغاء المقاعد أو إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية، ولا المسألة ليها تفسير قانوني واضح ومحدد؟ يعني بالمنطق القانوني هيبقى الحديث عن التلت، عن التلت في التلتين ما كانش في نزاع قانوني على مركزهم القانوني واضح وثابت وحصلوا على إذا حدث ذلك إذا حدث ذلك وتم الحكم بأن ثلث هذا البرلمان باطل لأنه إذا قررت المحكمة عدم دستورية ما بني عليه وهذا الفرد لا يزال قائم حتى لو حضراتكم استبعدتموه، إذا حدث ذلك هل معنى كده أن الأحزاب ستحرم من أنها تشارك في الانتخابات الفردية في المرة القادمة لأن يكون لها مرشحين، ولا تستند للمادة الخامسة اللي تم تعديلها بأن يعني يمكن للناس أنها تترشح بشكل فردي وبعد كده تنضم للأحزاب مرة أخرى؟ في رأي حضرتك احنا في علوم العلوم الاجتماعية وبالتالي فيها وجهات من النظر وفيها رؤى. أنا بختلف بقى في الكلام اللي قاله أستاذي الدكتور وبقول إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية هو إعدام للنصوص، هو إعدام للنصوص ده كلام عوض. وبالتالي إعدام النصوص يتعين العودة إلى الحالة التي كنا عليها قبل، يعني حل مجلس الشعب كده تماما، ما فيش تلت وتلتين، الأمر لا يجزأ. نعم ده بقى في القانون اسمها الأثر العيني. المحكمة الدستورية عندما تقضي لها أثر عيني، إعدام النص لا يتعلق بمصلحة أفراد سين وصاد من الناس ولكن يعتبر نص كأن لم يكن، ولا يتصور أن يكون هناك انتخاب على جزء وجزء الآخر لا، لأن هناك علاقة جدلية ما بين الانتخاب على المقاعد الفردية. جميل، يعني في هذه النقطة يعني إذن الخلاف وجب حل المجلس بالكامل حول الدستورية أو عدم الدستورية، لكن اسمحوا لي حضراتكم الخلاف هنا ليس فقط على الدستورية أو عدم الدستورية. سأعود لاستكمال هذا الجدل الساخن حول هذا النص القانوني كما سنتطرق إلى جدل آخر وجد مكانه في اللجنة التشريعية وهو متعلق بقانون انتخابات الرئاسة بعد فاصل قصير يتخلله موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلي أحمد طه. بعدها أعود إليكم لاستكمال هذا الحوار، ابقوا معنا.